مرحبا يا رابح، كيفكم؟ اليوم رح نبلش بدرس جديد، وهو درس قائمة إدراج على ملف مايكروسوفت وورد. رح نتعلم أنا وياكم درسي لليوم كيف ممكن إني أرقم الصفحات على برنامج الوورد، أدرج صور وقصاصات فنية، أدرج كلمات مزخرفة، أيضا أدرج مربع نص تكست بوكس. وأكيد كلكم تتذكروا كيف ممكن إني أفتح برنامج المايكروسوفت وورد، وحكينا ممكن اني اشغل برنامج مايكروسوفت وورد. ابدا اول بروجرام مايكروسوفت اوفيس، بس بنقل نقر مزدوج على مايكروسوفت اوفيس وورد. اول اشي رح نتعلم انا وياكم كيف ممكن اني ارقم الصفحات على برنامج مايكروسوفت وورد. هذا التبويب اسمه ادراج، بنقر على ادراج، بختار رقم الصفحة من مجموعة رأس وتذييل، بنقر عليها، بختار ممكن إنه تكون أعلى الصفحة الترقيم، أسفل الصفحة، هوامش الصفحة، بختار مثلا هوامش الصفحة، وبختار مثلا أو أسفل الصفحة، بختار إنه متوسط. شوفوا كيف رقمني الصفحة بالهوامش. ممكن إنك أنت تغير رأيك يا رابع، وإنه أنا بدي أمسح هالترقيم اللي عملته، برجع على إدراج، أيضا رأس وتذييل، بختار رقم الصفحة وبختار إزالة رقم الصفحة. الإشي اللي بعده بدنا نتعلم كيف ممكن إني أدرس صور وقصاصات فنية. من هون إدراج مثلا بدي قصاصة فنية، من تبويب رسومات توضيحية بختار قصاصة فنية، تنظيم القصاصات، أوفيس كوليكشن، بختار أكاديمي مثلا أو أنيمالز أو باك جراوند، كل إشي أنت بدك إياه من هون. خلينا على أكاديمي، شوف كيف هاي أنا عملت إدراج لقصاصة فنية. أيضا بدي أدرس صورة من رسومات توضيحية، صورة بختار، بروح على المكان اللي أنا بدي إياه الصورة مثلا، بنقر عليها، من هون بحدد المكان، بنقر عليها وبحط إدراج. هاي أنا مثلا أدرجت الصورة اللي أنا بدي إياها، تمام. ايضا بدنا نتعلم كيف ممكن يا رابع اني ادرج هي كلمات مزغرفة. مثلا بروح على نص من هون، بختار وورد ارت، بنقر عليها، بختار التنسيق اللي انا بدي اياه مثلا هون، هون مثلا نكتب النص اللي انا بدي ازغرفه، مدرسة إنسان النمو ذاتية، تمام، بختار موافق. شوفوا كيف هاي أنا بكبرها مثل ما بدي. أنا مثلا بدي أغير نمطها وشكلها من هون هيك مثلا هيك، تمام. ايضا رح ننتقل الى ادراج مربع نص او تكست بوكس. طبعا هذا المربع النص من مميزاته يا رابع انه انا ممكن اني احركه لاي مكان انا بدي اياه، مثلا ادرج عليه نصوص، ادرج عليه او قصاصات فنية، اعدل حجمه. خلينا نتأكد من هاي المميزات. هاي مثلا بروح على ادراج، بختار مربع نص، رسم مربع نص، وبروح برسم مثلا هاي مربع النص، بختار رسم مربع نص، بروح برسم بالمكان اللي أنا بدي إياه. نفس الإشي بكتب مثلا مدرسة، تمام. ممكن إني أيضا هاي كتبنا عليه، أيضا ممكن إني أدرس صورة، نفس الإشي إدراج صورة مثلا هاي إدراج. شوفوا كيف هاي أنا أدرجت على صورة، بدي أغير موقع الصورة وين ما بدي. إذا خلال حصتي يا رابع
لليوم تعلمت أنا وياكم كيف أرقم الصفحات، أمسح ترقيم الصفحات، أدرج صورة وأدرج قصاصة فنية، أدرج كلمات مزخرفة، أدرج مربع نص وأدرج من خلال هالمربع النص أكتب فيه، وأيضا أدرج من خلاله صورة. بتمنى منكم يا رابع إنكم ترجعوا وتطبقوا كل إشي أخذناه لليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.